الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سأقرأ لكم هذا البيت من الشعر إن شاء الله. إن الحياة تجارب فاغنم وإن بعد الدروس ثقال كم شدة كشفت معادن أهلها إن الشدائد للورى غربال كم علة بالكي كان دواؤها والطوب لولا حرثه أو حال إن الرجال بخلقها وفعالها ما كان يمدح باللسان رجال. نعم تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. ما بعد مشاهدينا الأعزاء، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله، نرجو أن تكونوا بخير إن شاء الله. والأخ الفاضل قرأ لنا إن شاء الله ما شاء الله بيتا من الشعر، وهي في الهمة، وفي يعني الهمة والأمل الطيب. كما قال إيش قلت؟ إن الحياة تجارب فاغتنم. شوف، إن الحياة هذه الدنيا العيش فيها تجارب، يعني أنت تجرب شيئا وتعرف ما هو وراءه. ما هو أنك تشوف كذا مجرد أنك يعني تصور أو تتصور في عقلك تقول هذا صعب، هذا شيء ممكن ما يمكن، ليس هكذا. لازم تجرب، تدخل فيها وهي معركة، فاغتنم، يعني تجرب واغتنم، إما أن تفوز وإما أن تغلب وإما أن تغلب، هكذا الحياة. إذن مشاهدينا الأعزاء، نقول لكم ونعطيكم، يعني نرسل لكم هذه كهدية، إن الحياة تجارب فاغتنم أخي. نعم. ثم إيش قال؟ كم شدة كشفت معادن أهلها إن الشدائد للورى غربال. يعني أن بعض الشدائد تخرج، يعني عن حقيقة، أو يعني تخبرك عن حقيقة الشيء. ذلك أن الشدائد إذا جاءت تخرج معادن، سواء كان من الصبر والشكر وغير ذلك مما يكون من حال الإنسان في حال الشدائد. يعني ذلك يقال أن 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 الصديق يعرف في وقت إيش؟ في الشدائد. وإن لأن الناس تفر منك في وقت الشدائد، لذلك يعرف الناس المعادن وناس الطيبين يعرفون في وقت الشدائد. وبالجملة والبيت تشتمل على أمور، منها التجربة في الحياة، يعني أن تجرب شيئا وتشوف ما هو تخاف منها، وما ولا تخاف أن أني في حياتي في هذه الحياة لا أنجح، لا، أنك تجرب وتحاول، إما أن تنجح وإما أن تغلب. وشيء ثاني، أن اختيار، ويعني أن تكون دائما شخص طيب حتى لا تتقلب أحوالك بتقلب الحياة. نعم. أن الإنسان ممكن يكون طيبا في وقت، وربما في وقت الشدة يفر عنك، وعند ذلك يعرف إيش من هم الناس الطيبين. نعم. وقال كم علة، يعني كم من العلة تداوى بالكي، يعني أن كم من العلة تداوى بالكي. الكي ما إيش معنى؟ أنك تضع يعني حديدا في النار، ثم تضع عليه على هذا المكان المرض ويداوى بهذا المرض. لماذا؟ مع أن هذا يوجد فيه ألم كبير، ولكن يوجد تحته إيش؟ الصحة. بعد أن تداوى بها، إذا معنى ذلك أن الصحة، أن الحياة الطيبة لا يوجد بالراحة، أن الحصول على الدرجة والحصول على أمور طيبة ليس سهلا، لازم تذوق أشياء كثيرة من الصعوبات ثم تحصل إيش؟ نعم. على هذه الدرجة. نعم. وبالنهاية ما كان يمدح بلسان رجال، أن الرجل ما يمدح هكذا يعني بالكلام، بل إنما يمدح إيش؟ بفعله وثباته وقوته وبشجاعته. الشجاعة ما تأتى هكذا، لازم تحققها بالعمل. نعم. أنك شجاع، نرى شجاعتك إيش في العمل، نرى فيك أنت كرجل قوي في العمل، وأنك رجل مجتهد نرى في عملك. لذلك أن الشجاعة والقوة وماذا
لا تأتي بإيش بالمدح، وإنما تأتي بالعمل. لذلك إخواني الأعزاء نشكركم على مشاهدة هذا المقطع، وانشروا هذا المقطع إن شاء الله وكل يستفيد منها. والأخ عنده نصيحة إن شاء الله. نعم، أشرح باللغة الملقاشية إن شاء الله. زنيم نفعل أنا نبارني دي إكسبرينس، فينا نا إكسبرينس زن. Avion marne fram misemro experience fienana ro zavatra vekuntsika fienana mafy mazefatra fa tadidio zany fa zany resintsika tsotsotra le dikantoreny zany hoe kama illa shirt firmo iro aretina ro zavatra maladie han bilkay kayo zany tatsika am guerre reny isika totsika ho votripoka ny meso angalana zany fivin durana amin'ny motro boko pitaka izy izy boko manino maiky atsika izy mitangaiky hitanao hitanareo izy mitangaiky ata boko izy pitaka motro izy boko watu to bubriki laura folko izy koa tsy misy io briki io zany tsy durana am motro ha au hano io mbola futaka futaka maiky futaka to karaha io atemtegnanao boko izy rava zany. Donc zany inna rijala ulu lilay zany biholkiha zany amtoetrany kondray comportement nazy io ndro ahaizana izy anao tena izy ankitiny le personnalité anao zany fa tsisy olo ndraiky nambarany tsy ary nisy olo izy makana yumdah bilisani rijal tsy hoe tsisy olo hoe izy mahazo éloge mahazo personnalité amin'ny alalan'ny lela to non fa amin'ny alalany iny le toi bien au amin'ny lalan'ny comportement ndraiky raha. Bon, en résumé zany fiainana io experience mety mafy zany zakandalovanao fiainana fa en fin de compte zany zavatra tsara ha al-husul ala al-khayrat io tsy mora fa atsika zany mila mikosoboro. Wassalamu alaikum.